السلام عليكم ان شاء الله من جديد في قناه عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله، ودائما ان شاء الله الجديد. لكن ان شاء الله الطيور ان شاء الله جميله جدا ان شاء الله، وان شاء الله والطيور ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله باذن الله. والطيور ان شاء الله راه مدريسيه ما شاء الله، انتم الخوت يعني راه كاين هذا الفصل ما شاء الله عليه وجميل جدا وبصحه جيده ان شاء الله تبارك الله الخلاق. انتم الخوت يعني راني شاد تبارك الله ما شاء الله جميل جدا ان شاء الله، وكاينين ان شاء الله حتى هاد الوليدات ان شاء الله باذن الله وجميلين جدا ان شاء الله باذن الله. انتم الخوت يعني راه كاينين ان شاء الله حتى وليدات ان شاء الله، وكاينين ان شاء الله حتى هاد البيروش ان شاء الله غرونتاي ما شاء الله تبارك الله الخلاق ما شاء الله جميلين جدا ان شاء الله، وكاينين ان شاء الله هاد الكالوبسيس ان شاء الله راه اسمها ان شاء الله جميله ان شاء الله باذن الله تبارك الله الخلاق. انتم الخوت يعني راه كاينين ان شاء الله الطائر ان شاء الله حتى هو جميل ان شاء الله تبارك الله الخلاق ما شاء الله، طيور ان شاء الله جميله جدا ان شاء الله. انتم الخوت راه كلها ان شاء الله مدرسيه ان شاء الله من الله ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله الخلاق وجميلين جدا. وكاين ان شاء الله هذا اللوتينو ان شاء الله راه حتى هو ان شاء الله مدرسي ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله الخلاق ان شاء الله. انتم الخوت راه كلهم ان شاء الله مدرسيين ان شاء الله ما شاء الله وجميلين جدا ان شاء الله. الخوت عندهم الخوت راه كيلعب ان شاء الله وجميلين جدا ان شاء الله باذن الله. الخوت جميل جدا ان شاء الله باذن الله تبارك الله الخلاق. والطيور ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله، وكاينين ان شاء الله حتى الطيور ان شاء الله الكويكر ان شاء الله ما شاء الله جميل جدا تبارك الله الخلاق. يعني الطيور ان شاء الله جميله ان شاء الله وجميله جميله جميله جدا ان شاء الله باذن الله تبارك الله الخلاق. بالنسبه لهذا الفصل بالنسبه للثمن بالنسبه للوليدات 230 درهم بالنسبه للوليدات. بالنسبه لها هذه كوبل هذه هكا في هذه كوبل ياك قول ليها بالنسبه للثمن انت ولي داخلي. بالنسبه للثمن ابي ديال هذا الفاس بلو هاد لوتينا يعني انا شوف هاد 350 درهم ان شاء الله، وقادر ان شاء الله للتفاوض ان شاء الله، واتمنى ان شاء الله حنا هذاك لوتينا ان شاء الله 350 درهم. وبالنسبه لهاد الروزي ان شاء الله 250 درهم ان شاء الله مبروزي مدريسي ان شاء الله ما شاء الله. بالنسبه لهاد الكويكر ان شاء الله 400 درهم ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله الخلاق، وثمن ان شاء الله جميل ان شاء الله تبارك الله الخلاق. راه اتمنى ان شاء الله جميله جميله جدا ان شاء الله، طيور ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله كيف ما كنواعدكم ان شاء الله. طيور ان شاء الله جميله جدا ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله الخلاق، وطيور ان شاء الله في متناول الجميع جميله 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 جدا ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. في لي النمره 0665 هذا النمر ان شاء الله بغيت توصلوا معي ان شاء الله، والاثمنه ان شاء الله قابله ان شاء الله للتفاوض. انا بقيت عجبني هذا الفصل ما شاء الله تبارك الله راه ثابت مزيان تبارك الله ما شاء الله ورائع جدا ان شاء الله. تابعوا معي ان شاء الله المزيد من المفاجات. السلام عليكم ان شاء الله من جديد في قناه عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله. راه كاينين ان شاء الله الطيور ان شاء الله جميله جدا ما شاء الله تبارك الله الخلاق، راه الطيور ان شاء الله في متناول الجميع. راه كاينين الخوت الوليدات ان شاء الله، وكاينين ان شاء الله اللي واجد ان شاء الله باذن الله. وخليكم ان شاء الله حتى الاثمنه ان شاء الله لا بغيت توصلوا معايا ان شاء الله من الله ان شاء الله حتى الزاد ان شاء الله ما شاء الله. راه اثمنه ان شاء الله جميله جدا، والطيور ان شاء الله جميله جدا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الطيور ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله باذن الله. يعني راه جميلة جدا الخوت تبارك الله الخلاق، جمونا هنا بالنسبة لي ان شاء الله الطيور ان شاء الله راه جميلة الخوت تبارك الله الخلاق. يعني يلاه جمونا هنا ان شاء الله حطوا الخوت ان شاء الله وغيطيروا جمونا هنا تبارك الله الخلاق جميلة جدا. بالنسبة للثمن كيتراوح من وإلى 350 ان شاء الله على حساب الوجوه كيبقى لكم ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله. بغيتو ان شاء الله حتى ان شاء الله بغيتو معاه ان شاء الله. بالنسبه للنمره اخي 0034 85 84 بغيت توصلوا معاها الخوت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله جميلين جدا. تابعوا معي ان شاء الله المزيد من المفاجات. عدنا اليكم ان شاء الله من جديد في قناه عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله، ودائما ان شاء الله الجديد ان شاء الله في قناه عزيز بلوك اوفيسيال. كاين هذا الكالوبسيت ان شاء الله ما شاء الله راه جميلين جدا الخوت، يعني راه فاست بلو تبارك الله الخلاق ان شاء الله. انتم الخوت يعني راه فاست بلو الخوت 100% ان شاء الله وبصحه جيده ان شاء الله باذن الله. وكاين ان شاء الله جميع الطيور ان شاء الله في الكالوبسيت الخوت
ان شاء الله الالبين والموتين والفاسبلو والحبشي الايزابيل، يعني جميع 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 ان شاء الله الاصناف ان شاء الله، ده الطيور ان شاء الله، ده الكالوبس ان شاء الله، وجميل جدا الخوت تبارك الله ما شاء الله. كيفوعدكم ان شاء الله دائما ان شاء الله في قناه العزيز ان شاء الله، كتوعدكم ان شاء الله بالجديد ان شاء الله باذن الله تبارك الله الخلاق ان شاء الله كيبانوا ان شاء الله الطيور ان شاء الله بصحه جيده ما شاء الله تبارك الله. انتم مربوط يعني الفاس بلو تبارك الله الله تبارك الله الخلاق، يعني كل فاس بلو واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه من غير هذا الخوت يعني راه حبشي يعني حبشي باش يفاس بلو يعني فاس بلو الخوت ما كيكونش فيه يعني الصفر في الراس ديالو، هذوك الخوت ديالو كيكونوا حمرين يعني الفاس بلو الحقيقي، وهذا الخوت وهذا يعني بنادم يعرف يعني اشنو يعني الفاس بلو، ما كيكونوش فيه الخطوط يعني هذيك اللي في الحناك ديالو حمرين، الراس ديالو ان شاء الله صفر ما كيكونش الخوت يعني الفاس بلو كيكون الراس ديالو كله ان شاء الله عادي نغمر بحال الحناك ديالو. والتما هذا الخوت يعني اللوتينو اللوتينو خوت حبشي، وهذاك الالبينو، وهذاك الخوت يعني الايزابيل، مش عارفوا ان شاء الله حتى انتم يعني الاسامي ديال الطيور ان شاء الله. الاثمنه الخوت يعني هي كتراوح ما بين 350 درهم وما فوق ان شاء الله، وقابله للتفاوض ان شاء الله. الا بغيتوا الجمله ان شاء الله ولا بغيتوا التخصيص ان شاء الله، راه جميع الاثمنه ان شاء الله الخوت كاينه ما شاء الله تبارك الله الخلاق، وجميل جدا ان شاء الله وفي متناول الجميع ان شاء الله. وكاين الخوت في هذه المنظره، كاين المنظره الخوت يعني هذه 30 درهم ان شاء الله، وكاين ان شاء الله المنظره العاديه ان شاء الله 20 درهم يعني، وكاين الهوغو يعني كاين جميع الاثمنه ان شاء الله. نخلي لكم ان شاء الله النمره ان شاء الله لو بغيتوا توصلوا معاه باش عرفوا ان شاء الله جميع الاثمنه ان شاء الله، وبغيتوا بالجمله ان شاء الله ولا بغيتوا بالتخصيص ان شاء الله، راه كيبيع ان شاء الله وليفريزو ان شاء الله جميع انحاء ان شاء الله المغرب ان شاء الله باذن الله. لا بغينا نبرز لكم ان شاء الله باذن الله، راه السلعه ان شاء الله تبارك الله راه جميله وجميله جدا ان شاء الله. ممكن تخلنا النمره ديالك؟ النمره ديال 066 4056 68، هذه هي النمره الخوت اللي بغيت توصلوا مع الخوت، راه اثمنا ان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله، وتابعوا معي ان شاء الله المزيد من المفاجات. نرجع لكم ان شاء الله من جديد في قناه عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله، ودائما ان شاء الله الجديد ان شاء الله في قناه عزيز بلوك اوفيسيال ان شاء الله. كاين الطيور ان شاء الله الفاس بلو ما شاء الله تبارك الله الخلاق، وجميل الطيور ان شاء الله جميل جدا ما شاء الله تبارك الله الخلاق، لكن ان شاء الله جميع الطيور بالجمله ان شاء الله وبالتخطيط ان شاء الله باذن الله، الطيور ان شاء الله جميله ان شاء الله. الا عجبتكم ان شاء الله شي حاجه ان شاء الله، راه هذا الانسان ان شاء الله كيقول الاثمنه ان شاء الله في الخاتم، نخليكم ان شاء الله النمره ديالو ان شاء الله باذن الله، بغيت توصلوا معاه ان شاء الله. راه كاينين جميع الطيور ان شاء الله بالجمله وبالتخطيط ان شاء الله باذن الله، لكن طيور ان شاء الله المنظره، كاين طيور الهوبو يعني جميل جدا، لكن ان شاء الله جميع الطيور باذن الله. بغيت توصلوا معاه ان شاء الله، نخليكم ان شاء الله النمره ديالو ان شاء الله، لان كل واحد ان شاء الله يضرب على راسه ان شاء الله، وكاع الامور ان شاء الله راه قابله للتفاوض ان شاء الله باذن الله، وطيور ان شاء الله جميله في متناول الجميع. ممكن تخلي النمره ديالك هذا النمره ديالك 0632 47 44 99، بغيت توصلوا معايا ان شاء الله الاثمنه في الخاص الله يسهل الامور.